حصري في لقاء حصري مع بي إن سبورتس للمدرب السابق للمنتخب الجزائري والحالي للمنتخب الياباني، الحديث عن فهد خليلودزيتش الذي كما قلنا عجبني في العنوان فتح قلبه، وحسيت انه عمليه شرحيه فتح قلبه لبي إن سبورتس وتحدث عن ذكريات ستبقى راسخه له. بس انت ما تاخذ الموضوع بشكل شاعري وبشكل عاطفي. فتح قلبه الرجال يعني قال اسراره، ايش دخل العمليات في السالفه؟ فتح قلبه يعني متاثر بالفيديو اللي رواني اياه الصباح، رواني فيديو صحي وتعقيم ومستشفيات. عموما خلينا نشوف الرجال فتح قلبه وش قال ونشوف ونرجع. بين فهد خليلودزيتش والجزائر قصه لم تنتهي برحيله عن منتخبها، باقية ما دامت الذكريات حاضرة يستحضرها بكثير من الحنين. لا أنسى أبدا الاستقبال الذي حظينا به في الجزائر بعد المونديال. مثل هذه الأمور يبقى راسخا في قلبي، هي بالنسبة لي بمثابة أعظم ثروة، هي رأس المال الحقيقي الكبير. أحببت كثيرا العمل هناك لأن الكل داخل المنتخب كان خلوقا ومحترما، كانت تجربة استثنائية حقا. التأهل التاريخي للخضر للدور الثمن النهائي في مونديال البرازيل لا يزال مترسخا في ذهن المدرب الحالي للمنتخب الياباني، عنه يتحدث بشيء من التحسر الدفين. ما أقوله اليوم قد يبدو ضربا من الخيال أو الجنون، لكن لو فزنا أمام ألمانيا في المونديال لكان بإمكاننا بلوغ نهائي كأس العالم. أقول النهائي، المنتخب كسب في تلك المنافسة قوة وثقة وصرامة وعزيمة، وأنا متأكد أنه كان بإمكاننا بلوغ نهائي المونديال. مع اليابان فهد يأمل أن يفعل ما فعله مع الخضر، ولو أن الأمر بحسبه لن يكون سهل المنال. في المنتخب الجزائري بدأنا البناء من أسفل ثم أخذنا في الصعود. المباريات التأهيلية والودية كانت ممتازة وأنشأنا من خلالها مجموعة استثنائية. الجزائريون يتميزون بالجرأة، ليس لديهم عقدة ولا يخافون من شيء. أما اليابانيون فينتابهم شيء من الارتياب في طبعهم ذهنيا ومعنويا ومن حيث الشجاعة، لأن لديهم نوعا من الإفراط في الاحترام، وأحاول تحسين الوضع بدنيا وذهنيا حتى يصبح مقاتلين حقيقيين. هي شهادات حصرية لمدرب دخل تاريخ الكرة الجزائرية من بابه الواسع. نسيم طلبي، بي إن سبورتس، باريس. ذكريات جميلة لهذا الرجل مع المنتخب الجزائري، والمنتخب الجزائري الوحيد في مونديال 2014 بالبرازيل الذي أحرج ألمانيا التي توجت بعد ذلك باللقب. مساره حافل مع منتخبات وأندية كثيرة، لكن يبقى ربما الإنجاز العربي الكبير مع المنتخب الجزائري أولا، لكن مع الرجاء البيضاوي سابقا، تحديدا موسم 97-98 توج مع الرجاء البيضاوي المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا وأيضا الدوري المغربي، وأيضا توج مع باريس سان جيرمان بما أنه كان لاعب ودرب بعد ذلك باريس سان جيرمان، لكن كمدرب توج مع الفريق بكأس فرنسا في 2004. الحديث عن فهد خليلودزيتش يطول الحديث. صحيح. لو سنستمر في الحديث عن هذا الرجل بدون شك لديه تاريخ طويل ولكن